أهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وحوالكم طيبة. مرحبا بكم معي اليوم نحضر مع بعض هاد المادلين أو هاد الميفين اللي كنتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم. إلا كنتو جداد مرحبا بكم، شرفتو ونورتو، والقدام دائما كنقول لكم الدار راهي داركم، دائما منورينها ومشرفينها. وشكرا لكم على الحضور ديالكم وعلى التعاليق الجميلة اللي تتخليو ليا تفرحوني بها. وكما تشوفوا هاد المادلين اللي صوبت راه نفس العجينه، صوبتنا هاد الميني كيك وصوبتنا هاد المادلين او هاد الميفين. خليكم معايا باش نتعرفوا على طريقه وتحضير هاد المادلين او هاد الميفين. المقادير ديالنا هي 4 ديال البيضات ديال حجم متوسط، كاس ديال الزيت عبرت بالكاس ديال العنبه واللي عبرت بهم كاع كامل، السكر حتى هو السكر حبيبات، كاس ديال السكر حبيبات، وكاس ديال الحليب يكون شويه دافي، جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، وجوج ديال الخمارات، ثلاثة الكوز ديال الفارينة، وقبصة ديال الملح. وغادي نحتاج كذلك للدانيت، انا اختاريت هنايا هادي اكسترا نوار، هاد مجهدة شوية جايب مصوبة من هاد الكاكاو المر. وغادي نحتاج لهاد اللي غندير فيهم المادلين ديالنا، خديت هادو ديال السيليكون درت فيهم هاد الكيسات هادو، نشوفك باش ما عنديش انا هاديك الطاولة اللي غادي ندير فيها المادلين، ودرتهم هكذا باش يشدو مزيان لافوم ديالهم حتى نحتاج ليهم. غادي نبداو بالتحضير هاد المادلين ديالنا وهاد الميفين. غادي نديرو البيض، نزيدو ليه الملح، نزيدو ليه السكر، وغادي نطربو كلشي مزيان. تقدرو تستعملو الطراب اليدوي ولا الباتور هذا الكتريك اللي عندكم، تستعملوه كلشي تيقضي الغراض حسب الموجود عندكم. ضربوه مزيان حتى يبدا اللون ديالو يفتح شويه، ونبداو نزيدو في الزيت. الزيت نحاولو نزيدوه على 3 ولا 4 المرات، المهم يكون دفعات ما يكونش دقه واحده، حتى يتخلط مزيان. ونزيدو الحليب، والحليب حتى هو نفس الشيء، كنزيدو بشويه بشويه على دفعات هكا. غادي نزيد هذيك الدانيت، الدانيت ما تكونش بارده، نكونو خرجناها حتى هي من الفريجيدير قبل شويه، ملي بداو نوجدو الحلو كنا خرجناها باش تاخذ الحراره ديال المطبخ. تقدروا ديروا العاديه، انا هذه خديتها شويه من مجهده، كيجي هذاك الذوق ديال المذاق ديال الشوكولات كيجي مجهد فيها، بحال اللي درنا الشوكولات الاسود المر، بحال هذاك لوكو ديالو، انا كيعجبني هذاك المروريه ديال هذاك الكاكاو، كتنقص من الحلاوه ديال المادلين، كتجي زوينه. واللي ما كتعجبوش ديال العاديه. نخلطو كلشي مزيان، وغادي نضيفو دابا نضيفو الكاكاو، غادي نغربلوه ونضيفو حتى الفارينة حتى هي معاه. دائما الكاكاو يتغربل باش كان كيما هكذا فيه حبيبات ما يبقالناش وسط الحلوه. ونزيدو الفارينة ديالنا، وكيما تنقول لكم دائما الخليط، انا استعملت 3 الكؤوس، ثم تقدروا تحتاجوا القلع على حساب الفارينة. ودرت الخمارات بجوج، وغادي نبدا نخلط حتى هما هادو. كما تعرفوا المادلين ما كيبغيش الخليط ديالو يكون خفيف، غيبغي يكون شويه ثقيل. وغادي نستمر في التحراك ونزيد هذاك الفرينه حتى نحصل على القوام اللي غادي نبغي. تقريبا دوك 3 الكيسان ما تنفوتهمش، يقدر يشد منهم شويه، يقدر يجيو قد كما قلت لكم 3 الكيسان ديال العنبه اللي عبرت بهم الزيت، هما اللي عبرت بهم الحليب وعبرت من السكر. تقدروا تعبروا حسب الكاس ديال دانيت، راه هو نفس العبار، حتى هو تيجي بحال بحال. نستمر هكذا نضيف حتى نحصل الخليط اللي غنحتاج له. كما تشوفوا هكذا خاصها تكون شويه
شويه ثقيله، وكما تشوفوا هذو اللي بقاو شايطه ليا من ثلاثه ديال ثلاثه الكؤوس اللي استعملت. ودابا غادي نجيب هذوك الكيسات اللي راني مجداتهم وغادي نبدا نعمر فيهم. تندير ما نعمرهمش كاملين، باش نخليها فين 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 تخمر، كنخلي واحد شويه بلاصه الخميره، واحد شويه صافي. وغنكمل لهاد الطريقه حتى نعمرهم كاملين. نحاول ندير فيهم نفس الكميه باش يكون عندنا قد قد. يعني كتخرج بزاف هاد المقادير، كتعطيكم واحد الكميه مناسبه من هاد المادلينه وهاد المنفين. وغادي تشتلي من حتى العجينه اللي غادي نصم معاكم بها واحد الميني كيك. كتستعملوا المليداتكم يديهم الكوتي، ولا حتى الا بغيتو نتوما تشربوا القهوه ولا عندكم شي حد، يعني كيكونوا زوينين تستعملوا في الدار وديروا فيهم الماده اللي بغيتو. انا كما شفتوا هنا درت غير الشوكولاط، ما بغيت ندير لا فاني لا والو، غير الشوكولا بغيت غير يكونوا خاص 100% شوكولاط، ما بغيتش يكون فيهم شي مذاق اخر. وهنا غادي نزينهم بهاد رقائق اللوز وهاد بيبي شوكولا، زينو باش ما بغيتو، ان هادشي كان عندي واجد هو اللي درتو. الرقائق اللوز تقدروا ديروهم دابا يطيبوا معاهم تيجيو مزيانين، تقدروا تخليهم حتى يخرجوا ودهنوهم بالسيرو ولا بالكونفيتير وعاده ديروا فيهم هاد الرقائق اللي تكونوا حمرتهم شويه. انا بغيت ما بغيتش نزيد ندهنهم، بغيت غير هكا يبقاو عاديين ويجيو طيبين مزيان معاهم. والتزيين تبقى على حسب نتوما شنو بغيتو، تقدروا لما عندكمش بيبي شوكولا تقدروا اي الشوكولاتة العادي تديروا في الحكاكة، تحكوه مزيان الحكاكة ديال الخيزو وتديروا في مراحة يجي حتى هو زوين. ودابا جبت هاد الليمون صغيورين تاع الميني كيك هادو، دهنتهم بشوية زبدة ورشتهم شوية ديال الفرينة. وغادا ندير فيهم حتى هما نفس الشيء، هذيك العجينه اللي بقات لي هي اللي درتها فيهم، يعني مع عجينه وحده خرجت من هذيك المادلين وخرجت هاد الميني كيك. ديروهم فيما كتقدروا الا عندكم شي قوالب اخرين ديال هاد الميني كيك ديروا فيهم، الا عندكم ما عندكمش ديروا وحده كبيره تقدروا ديروا وحده كبيره. دابا باش نبين لكم انا نفس العجينه نقدروا نديروا بها اللي بغينا، كيكونوا ناجحين 100%، جربوهم وصدقوني ما غاديش تندموا عليهم، وبالاخص اقتصاديين والطريقه ديالهم سهله كما شفتوا، ما كتحتاجش لشي عناء كبير بصراحه. ملي غنكمل ملء هاد القوالب الصغيورين غادي نديرهم يطيبوا في الفرن اللي كانت بطبيعه الحال سخنته ودرت مطابو على 180 درجة ديال الحرارة. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم كما تشوفوا، يلاه عاد خرجتهم من الفرن وها هما. بعد ما حيدت لهم درت لهم كويعطات، درت لهم واحد اخرين كيسات اخرين جداد، انا كنفضل دائما ندير ما نخليهمش في الكيسات ولا داك الكويعطات اللي طيبت فيهم. هذا هو الشكل ديالهم بصراحة، كيجيو المنظر ديالهم زوين، كيجيو لذاد، وحتى داك الدانيس كيعطيهم واحد اللذة زوينة وكيجيو طريين. صدقوني جربوهم وما غاديش تندموا عليهم، يعني كما تشوفوا بمقادير بسيطه وطريقه سهله حضرنا على هاد حصلنا على هاد المادلينات وهاد الكيب كيك كما تشوفوا وهاد الميني كيك. تقدروا زعما تسوقوا كما بغيتوا، تقدروا ديروهم ما بغيت، تقدروا تخليهم ديروهم ناتور، يعني الشكل ديالكم نتوما شنو كما كيعجبكم. كنتمنى هاد الوصفة تكون عجباتكم وهاد الحلويات اللي حصلت عليها اليوم عجباتكم ونالت الإعجاب ديالكم، وما تنسونيش من اللايكات ومن الاشتراكات اللي كنتم مازال ما اشتركتوش عندي. ومرحبا بكم دائما معي، وكنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم، وكنكون دائما كنتمنى دائما نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. شكرا على حضوركم، شكرا على تتبعكم، واتمنى لكم صحة وعافية، والى اللقاء مع فيديو جديد وشيء جديد. شكرا لكم والى اللقاء.